وما انه الاخوه يريدون نساندهم ونشدوا على ساعدهم، فاني شداد اصلي بس خوما اشتري سمك بالشط غير اعرفه في عالم بالبدايه. السي في مالتهم يوسف اللي راح ننتخبه وينه؟ شو ما يطلع وياكم لا فيديو، صوره واحده عنده بس قبل وبعد مال لحيه وبدون لحيه، ويا العالم ما عنده اي ظهور. شنو محكوم وشارد؟ طافر من سجن؟ دقيله منع؟ لم يمضي أسبوع من عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى القاضمي حتى سقط أول متظاهر في محافظة البصرة. أزهر الشمري توفي متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من حماية حركة ثأر الله، فأشعلت وفاته شرارة المظاهرات في البصرة وبغداد والمحافظات الجنوبية. أعلنوا بملء صوتي وبلا تردد رغم أننا ألقينا القبض على العناصر أو على حرس المقر قام بإطلاق النار على المتظاهرين، وهذا كإجراء جنائي، جريمة قتل لازم حق فيه، إلا أنه اللي حصل كان تجاوز واعتداء سافر من نفر ضال لا يفقه بمعنى التظاهر السلمي والحقوق. هذا أحد الجرحى، الآن القناص يطلق النار على المتظاهرين من مكتب أجل ثار الله. عادتك من الشيخ سيد يوسف الراشي في البصرة، جميل 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 جميل. سيد يوسف الصكاك، جميل جميل جميل. عيني أبو طبر حبيبي، على هاي سوالفكم لازم تبدلون اسمكم من حزب ثار الله إلى حزب وين يروحون من الله. هذا سي في جيد لكم كميليشيا، لأنه كتل المتظاهرين هاي من أوائل المراحل الأولية جدا اللي تأهلك كميليشيا صالح العمل السياسي. أما اللي يسأل ليش كتلوا متظاهرين، فلأنه الأخوة عندهم أسباب، مدى يلعبون ولا بطرانين، ماكو ميليشيا تقعد الصبح وتقول خلنا نقتل المتظاهرين، أكو ضرورة بالموضوع. إحنا اليوم مظاهرتنا بخصوص مكتب ثار الله الإسلامي، مطالبنا أنه نفراج عن المحتقلين اللي سجنوهم الأبرياء الحراس واللي واقع عنهم ودافع عن نفسهم، ولا كانت لهم نية أنه قتل ما قتل، ولا هم القاتلين واقعا، لأنه الجيش رمى واقعا والمتظاهر رمى والمكتب أيضا هم رمى واقعا. يعني الجيش رمى، ليش إحنا ما نرمي ونقتل واقعا؟ واقعا شنو ما بينا خير؟ واقعا الكتاب أحسن من عندنا؟ الشيخ الشكشاكي واقع عن السيد يقول لك ثار الله رموا على المتظاهرين بس مو بنية القتل، يعني هم كانوا ديرمون الشباب طلق حتى يقتلون اليأس اللي بداخلهم، بس شو شباب ماتوا بعد، شو يسوي يا ربي؟ نتحاكم وننذب سجن وينسد مقرنا؟ الشيخ الزكزاكي صدق تريد تحاكمونه؟ حراس أبرياء قتلوا متظاهرين أبرياء، أبرياء بيناتهم الحكومة شاليها شاليها، بعدين المتظاهرين اللي قتلوا شو ما حد حبسهم، ليش تحبسون الأبرياء؟ شنو هاي بلد تايه والله، واحد حسر عليه يجزع على كم نفر واقعا.